هل تعرف من هو محرر بيان أول نوفمبر؟ إنه زدور محمد ابن الشيخ الطيب المهاجي، يلقب ابن الشيخ العالم سي الطيب المهاجي. ولد في وهران يوم 2 فيفري 1923. تعود أصوله إلى منطقة القعدة جنوب وهران. خريج الأداب لجامعة القاهرة سنة 1953. حامل شهادة الليسونس حافظ كتاب الله منذ سن 9، ويتكلم أكثر من 5 لغات. كان شاعراً وصحفياً، حيث كتب عدة مقالات بأسماء مستعارة، منها عبد الرزاق الجزائري. اعتقل بعد عودته إلى وهران يوم 6 نوفمبر 1954 من طرف الاستعمار الفرنسي، نظراً لنشاطاته النضالية التي بدأها في وقت مبكر من حياته، حيث يعتبر أول طالب مناضل شهيد في الثورة الجزائرية. قتل تحت التعذيب في مراكز مديرية حماية الإقليم، ووجدت جثته بوادي الحميز بالعاصمة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.